السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناة زهر العربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطبق ديال السمك ميلون بالخضار والشعرية الصينية ان شاء الله. على بركة الله غادي نبداو الطبق ديالنا في التحضير ديالو. وقبل ما نبدا التحضير ديال الطبق، نشكر جميع الاصدقاء والصديقات والاخوان والاخوات اللي كيشاركوا معنا في هذه القناه هذه، كيشجعونا. كنتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم. وعلى بركه الله غادي نبداو الطبق هذا اللي كيجي رائع ومديد يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوا بحالنا. بركة الله غادي نبداو التحضير ديالنا السمك ديالنا الميلو. كما كتلاحظوا هذا هو السمك ديال الميلو، راه رائع في البنة ديالو. المهم كنجيبوه كنقيوه مزيان وكنفلحوه على حسب من الوسط ديالها هكا باش كنعمروها، وفي الجناب ديالها في الفوق ديالها كنفلحوها هكا باش كتدخل ليها الشرمولة من هاد الجنب ومن هاد الجنب الآخر. كنعمروها بالشعريه الصينيه. كما كتلاحظوا الشعريه الصينيه كنديرها في السخون حتى كتطلق بحال هذا الشكل هذا. الخضر اللي كنرافقو خضر بساط، عندي مطيشه مقطعه دوائر، عندي فلفله حمراء، فلفله خضراء مقطعه دوائر هكا كما كتلاحظوا، عندي هنا الجزر مقطع دوائر، عندي فلفلة حارة للناس اللي عزيزهم الحارة كيديرو الحار ها هو، وعندي بطاطا كما كتلاحظوا البطاطا هنا. المهم غسلتها مزيان وكنختار غير دوك البطاطا الصغار وكنقطعهم على على جوج على هاد الشكل. وعندي هنا واحد شوية ديال الزيتون، وهنا عندي التوابل كما كتلاحظوا التوابل، عندي القزبر والمعدنوس، عندي الثومة، الملحة، الكمون حبوب، الطحميرة، الهريسة غبرة، عندي تخليطة ديال البزار والسكينجبير والخرقوم. هادو هما التوابل. وعندي هنا الصوجة، وعندي هنا زيت المائدة وزيت الزيتون. نصاوبو الشرموله ديالنا. اولا كنديرو كنوجد الشرموله، كنديرو واحد شويه زيت المائده وزيت الزيتون، وكندمج العناصر بعضياتها، قزبر والمعدنوس والعطريه كلها والثومه. كنضيف ليها شويه ديال الصوجة، كتندمج العناصر بعضياتها بهذا الشكل هذا، كنحطها على جنب. كنضيف الشعرية الصينية، نضيف لها شوية ديال الشرمولة باش نعمر الحوتة ديالي. كنخليها ترتاح واحد شويه تشرب هاد الشرموله هادي، ومن بعد غنتلاقى معاكم في التعمير ديال الحوتة ان شاء الله. السمك ديالنا هو المهم عمرناه، عمرتو بالشعريه الصينيه اللي درت معاها الشرموله، كتعمرها هكا في هاد بحال هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. الجزر ديالنا درناه في هاديك الشرموله وزدنا واحد القليل ديال الماء باش ندوز الخضره ديالي كلها في هاد الدوزة كلها هاد الشرمولة هادي. عاد غادي نصطفيها في الطاوة على هاد الشكل هدا. الطاوة ديالي هاهي موجودة،
درت فيها وريقات ديال الكرافس. طريقة التحضير هي هادي. المهم الطبق ديالنا هو موجود، كما استفنا الحوتة وعليها الخضر، وديجا كان الفرن كنسخنو على درجة 180 من قبل. خوتي خواتاتي، هذا هو الطبق النهائي ديال الطبق ديالنا، طبق بلي سلاد والعصير والخبز ديال الدار، كيجي رائع هذا الطبق هذا. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله ديروا بحاله، وكنشكركم جزيل الشكر، والى طبق اخر ان شاء الله.